لاخبارنا في نادي الزمالك النهارده كان فوز تم تفويض شيكابالا للحديث مع اشرف بن شرقي، مش علشان يجدد عقد استاذ عبد الناصر، عشان يستمر شهرين لنهايه الموسم بمقابل مادي يتفق عليه الطرفين. يعني الزمالك النهارده طلب من شيكابالا انه يقعد مع اشرف بن شرقي، يطلق يعني يستغل الصداقه بينهما يعني علشان اشرف بن شرقي يكمل شهرين تاني في نادي الزمالك. اشرف بن شرقي ما كان يعني ما ردش شيكابالا خايب الظن يعني، لكنه طلب ان هو يبص في العروض اللي جايه له وهيشوف الامر ده مناسب ليه ولا لا، وهيرد على شيكابالا بدون تدخل من اي من اعضاء مجلس اداره الزمالك او حتى المشرف العام على الكوره. هو بس حضر الجلسه كده على خفيف، لكن الكلام كله كان بين شيكابالا وكان بين اشرف بن شرقي حوالين انه يفضل شهرين بس علشان الموسم بينتهي. بالنسبه لاشرف بن شرقي خلاص بدايه 6 اشرف بن شرقي يحق له الرحيل من نادي الزمالك، لانه وفقا للعقود اللي زي بالظبط موضوع فرجاني ياسين. تمام. خبر تاني يا عبد الناصر، انتشر النهارده خصوصا بعد فوز سموحه على الاتحاد السكندري بخماسيه نظيفه. كل الكلام رايح لعبد الكبير الوادي مهاجم نادي سموحه، واللي بعض الناس بتاكد ان نادي الزمالك خلص مع اللاعب ووقع معاه عقود انتقال. عايز بس افرق بين حاجه يا عبد الناصر، انه في لعيبه انتهت بالفعل من التوقيع لنادي الزمالك والانتقال لنادي الزمالك زي مهند لاشين وعلي الفيل، وفي لعيبه مضت ولسه التفاوض مع ادارتها، وفي لعيبه وقعت بالفعل برضه دون علم ادارتها. فعبد الكبير الوادي اصلا هو لاعب حر، يعني هو بنهايه الموسم هو لاعب حر، فكون يوقع على عقود انتقال لنادي الزمالك يعني دوت مفيش مشاكل بالنسبه له. وهو ده هو ثالث صفقات نادي الزمالك. انا كلمت حد من القريبين جدا جدا من مجلس الاداره، اكد لي ان هو اللاعب عليه ظبط من بدايه الموسم، من بعد مجلس الاداره ما نجح في الانتخابات. هم في لعيبه كده مركزين عليهم من ساعه ما جم، من ضمنهم عبد الكبير الوادي. معلومه انه مضى ولا لسه هنتاكد منها، لكن عبد الكبير الوادي ما عندوش مش مرتبط بنادي، يعني بنهايه الموسم هتكون لاعب فري والزمالك من حقه انه يضمه بنهايه الموسم. تمام يا علي. الزمالك استفسر النهارده تاني استاذ عبد الناصر من المحكمه الرياضيه عن موقفه في موضوع شيكابالا، منتظر الرد المحكمه الرياضيه على موضوع شيكابالا، امتى هيسترد الفلوس او امتى يتم يكون في اجراء ضد شيكابالا وفقا لقرار. هما الموضوع ده اجراء روتيني، لانه كده كده الزمالك مستني قرار من المحكمه، لان شيكابالا كهربا ما استأنفش على الحكم، فبالتالي انه يعني هي الخطوه اللي جايه انه فيها هيكون في حكم المحكمه الرياضيه لاستاذ عبد الناصر بتنفيذ احد البنود من قبل كهرباء لنادي الزمالك، اللي هو سداد الاموال او سداد الاموال بجدوله او كاش. الزمالك مصمم انه ياخد المبلغ كله كامل، لكن لسه الايام اللي جايه هتكشف كهرباء هيعمل ايه مع نادي الزمالك في ملف الغرامه اللي تم توقيعها عليه. طيب الخطوه اللي عملها كهرباء هل من شانها انها تعطل التنفيذ؟ هو بتوقف التنفيذ شويه، بيطلع فيها حكم، وبعد كده برضه بنرجع يعني بنرجع للنقطه صفر، لانه ده قرار نهائي استاذ عبد الناصر. هي بس بتوقف التنفيذ شويه من قبل المحكمه الرياضيه الدوليه. يعني هي مجرد عطله يعني، ولكن ممكن بتعطل شويه بس، فالناس بتبص في الاستئناف. هو ما قدمش استئناف رسمي، هو قدم زي استشكال. فهذا الاستشكال يوقف التنفيذ. يوقف التنفيذ لحد البت فيه، والموضوع ما بياخدش وقت كبير جدا. يعني البت فيه هيكون سريع مش زي كل مره. بالظبط كده، فالبت في الاستشكال غير البت في الاستئناف. الاستئناف بيروح محكمه، ده وفقا لدرجات التقاضي، يعني بيروح المحكمه وبيكون فيه محاكمه ومرافعه والكلام ده كله، لكن الاستشكال غير كده خالص. طيب الاستشكال انا اتفضل. تمام اتفهمت النقطه دي. طيب النقطة الأخيرة احنا هنتكلم فيها عن عودة الزمالك للتدريبات. الزمالك رجع للتدريبات برضه، يعني فيريرا قعد مع اللعيبة جلسة مطولة. أنا عجبني جدا كلام فيريرا امبارح بعد المؤتمر الصحفي لاستاذ عبد الناصر. الراجل مركز على أخطائه هو، مش مركز على أخطاء حد تاني ولا مستويات فرق تانية، ركز على أخطائه. قال إن إنبي يستحق الفوز، قال إنه فرق الدوري بتلعب بثلاث أضعافها، وده طبيعي إن الزمالك من فرق المقدمة. يعني أكد إنه في بعض الأخطاء هيتم يعني تلافيها في مباراة طلائع الجيش، وقال انا مش هتحجج كل شويه بالغيابات اللي عندي، لكن فعلا في بعض اللعيبه المؤثره لما بتغيب عن الفرقه بيكون شكل الفريق مختلف شويه عن وجودها مع الفريق، ومن ضمنهم امام عاشور اللي قال ان هو من اللعيبه اللي بيعتمد عليها في منطقه نص الملعب. تمام.
طيب عندي عندي محمد ابو محمد ونجم خلاص كده. في عبد الناصر ممكن اقول لحضرتك بنهايه الشهر هيكون متواجد مع فريق الوداد المغربي، انتقال حر، ما فيش نادي الزمالك ما وقفلوش في اي حاجه، واللاعب اصلا الزمالك يعني قال ان هو ده الموسم ده هو الموسم الاخير ليه، هيتم عمل حفله لمحمد ونجم تكريما ليه، برضه بعض اللعيبه اللي رحلت حتى لو اشرف بن شرقي ما وافقش يا استاذ عبد الناصر ان هو يكمل الشهرين مع نادي الزمالك، هيتم تكريمهم في حفله هتكون جوه النادي، وده وفقا للقرار اللي سمعناه من رئيس النادي. الكلام ده فعلا يا استاذ عبد الناصر بيتم التجهيز دي ان اللعيبه اللي هترحل في بنهايه عقودها هيتم تكريمها من خلال مجلس الاداره، دي خطوه نشكرهم عليها يعني. طيب عندي كم سؤال بس، لما عندك حاجه تانية قبل ما اسالك؟ هو بس بخصوص طارق حامد، طارق حامد موقفه زي ما هو مجمد حتى الان، الزمالك اتعاقد مع اكتر لاعب في مركز طارق حامد او خلاص بيخلص اكتر من لاعب، عنده دونجا، مهند لاشين، كمان لاعب، في اكتر من لاعب في مركزه، في لاعب عندنا مغربي برضه اسمه عبد الناصر اقترب بشده بنادي الزمالك، هو لاعب وسط في نادي الوداد المغربي، احنا لسه المعلومات ما جاتناش كامله لانه التواصل يعني الفاكس اللي طلع من نادي الزمالك لوكيله احنا بس المعلومه مش عندي كامله حتى الان، اعرف بس اسم اللاعب، هو لاعب تاريخي يعني، هو اللاعب اللي احرز الهدف في بيترو اتلتيكو المباراه الاخيره هو يحيى جبران، دي كل يعني الشكوك بتكون حوالينه، لكن حتى الان ما عنديش معلومه مؤكده من يحيى جبران هو هل هو ولا لا، هو كابتن فريق الوداد. تمام، دي كانت كل اخبارنا حوالين الزمالك، وانا تحت امرك في اي اسئله. طيب اول حاجه ايه اللي حاصل في موضوع امام عاشور، وهل بالفعل ثبت انه بصق على زملائه في مباراه انبي او بعد مباراه انبي؟ انا اللي انا شفتها في الفيديو من احد الزملاء اللي بيصوروا موضوع بيوثقوا المباريات بالفيديو استاذ عبد الناصر، انا شفت اللقطه دي، بس هو كان على قرار حكم ما كانش على زملائه، يعني هو كان على قرار حكم، يعني في قرار حكم امام عاشور انطعض منه فظهر منه هذا التصرف او هذا السلوك، يعني معترضا على قرار لمحمود البنا فبصق على الارض او بصق على محمود البنا، فهمني شيء من تضييع الوقت من قبل لعيبه نادي انبي او قرار شايف ان هو مش في صالح نادي الزمالك، لكن انا برضو لما يعني لما شفت الفيديو رجعت يعني بدانا نسال عن تقرير مراقب المباراه، شفنا ان اللقطه دي مش موجوده في التقرير، ان هي كانت في المدرجات استاذ عبد الناصر، دي بيكون يعني من شان لجنه المسابقات او لجنه المسابقات في اتحاد الكوره ما لهاش دعوه بمراقب المباراه لان الموضوع بره النجيله الخضراء. طب هل في تطورات داخل نادي الزمالك بشانها، يعني سواء كان نيته ايه على الحكم ولا على زملائه ولا على الهوا حتى، في اجراء ممكن يتخذ ضده من نادي الزمالك ولا هيعدي الموضوع عادي؟ هو انا شايف ان الموضوع هيعدي عادي لانه ما فيش حد اصلا اتكلم عن الموضوع كتير حتى جوه نادي الزمالك، كان الناس كلها مشغوله بتصريحات رئيس النادي، وكمان مباراه انبي كانت مغطيه على كل الاحداث، فلقطه امام عاشور ما خدتش اللي هو الزبط الجامد علشان هذا الامر، انا بس باكد لحضرتك ان هي ما كانش على احد من زمايله، لا ده كان على قرار حكم، فهو تقريبا انطعض من القرار فتصرف بهذا الشكل. طيب المسلوسي وما تعرض ليه هو اوباما، هل رد فعل النهارده؟ يعني لدرجه ان المسلوسي قال للناس اشتموني في المدرجات مع الجماهير لكن ما تشتمونيك بالشكل ده، واوباما كاد الامر يحتد الاحتكاك، هل في ردود افعال على الموضوع ده؟ ولعيبه الزمالك لازم تخلي بالها بقى، مش بعد كل هزيمه يحصل ده، قبل كده حصل مع ابو جبل والنهارده مع المسلوسي ومع اوباما، ده في خطوره على حياتهم، يعني من المفترض اي مباراه يحصل فيها اخفاق اللعيبه ما تطلعش فرادى وسط الجماهير، ده 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 كلام مهم يا جماعه. عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر ان الموقف نفسه حصل قدام المنطقه اللي قدام الاتوبيس بتاع نادي الزمالك، اللعيبه زي المسلوسي وحازم واوباما وبعض اللعيبه الثانيه روحوا في سياراتهم الخاصه مش مع اتوبيس النادي، هم طالعين اشتبكوا مع الجماهير، الجماهير اشتبكت لفظيا، كان في يعني شبه احتكاك مع اوباما، المسلوسي كان الكلام التطاول كان لفظي، اللعيبه الجماهير زعلانه جدا، هم ما استحملوش ده، اوباما رد على الجماهير، هل هيكون في قرار من مجلس الاداره؟ انا اتوقع ان هيكون في قرار وخصوصا ضد اوباما مش حمزه المسلوسي. يعني لديك معلومات ان ممكن يبقى في قرار ضد اوباما؟
بالظبط كده، عشان الموضوع ما يتكررش تاني. دي تاني مره تحصل موضوع محمد ابو جبل، وكان هيتسبب انه يعني يخبط بقى يخبط احد الجماهير بالعربيه لما انطلق مسرع مش عبد الناصر، وحصلت مشاده ووصل الشباب لمرحله متطوره شويه. هم خايفين الموضوع ده يتطور، هم ده لسلامه اللعيبه، انك انت ما تحتكش مع اي من الجماهير، حتى لو مشيت بعربيتك الخاصه تمشي على طول مهما سمعت من كلام جماهير او تعليقات جماهير على ادائك في المباراه. حمزه المسلوسي على فكره كان موقفه كويس جدا، يعني الناس يعني حتى اللي كانوا بيشتموا في حمزه المسلوسي احترموا موقفه، ان هو قال لهم يعني هو قال انا مش عايز نحتاج واحد في وش واحد، انا لاعب في نادي الزمالك. ده الكلام اللي قاله نصا، يعني ممكن في المدرجات تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن بيني وبينك شخص كده احنا واقفين قدام بعض، ما ينفعش تسيء ليا وانا اسيء ليك. ده كان كلام حمزه المسلوسي، وبرده ركب عربيته ومشي على طول، انه كان معاه وكيل اعماله وكان معاه واحد بيسوق العربيه. ماشي، وهل لديك اي معلومات او اخبار تانية؟ لا، دي كانت كل اخبارنا في نادي الزمالك النهارده. شكرا يا علو، شكرا جزيلا. حياتي تمام.